فوسفات وجوج بحورة فوسفات وجوج بحورة عايشين عيشة مقهورة عايشين عيشة مقهورة. كلمة تحية للشرفاء على هذا اليوم هذا. فعلا حنايا ما عشناش هذا العيد هذا ما عيدناش لان ولادنا ما معناش. تحيه هاد الشباب هادو هاد الناس هادو اللي مشدودين كانوا تيكتبوا كيديروا تحقيقات وكيحرطوا المغرب كامل وكيتبعوا كاع البؤر ديال الغش والخيانه والسرقه ديال الاراضي ديال عباد الله ديال الجماعات. هاد الناس هادو توقعوا فتحوا داك الفتات قالوا هذيك السنين باش كاين اللي عنده 3 سنين كاين اللي دوز 4 سنين كاين اللي دوز 5 سنين 6 سنين ديال السجن ولكن كلهم كانوا تيخرجوا واحد النتيجه هي ان هادشي اللي كنعيشوه دابا هذا اليوم هذا قالوهما قالوا راه حنا غنوصلوا لهاد الدرجه هذه. قالوا ان الشعب يتعرض لتخطيط محكم ديال التجويع ان الشعب فعلا الان شوفوا عباد الله كيفاش كتخرجوا كيفاش كتهضر على البلاد كتهضر على الظروف ديالها وراه نسبه كبيره من الناس ما عيدوش ولات العدد ديال المتسولين كثير. هادو قالوا هاد الهضره هادي وتوقعوها. ايوا حنا كنشوفوا دابا المخزن كيشد عباد الله كيشد الناس اللي هادو هضروا عليهم. ايوا تلقوا لنا هادو اللي هضروا عليهم ياش قالوا هادو؟ قالوا المغرب فيه الفساد ان المسؤولين ديال البرلمان والمسؤولين السياسيين وديال الداخليه وديال القضاء كيبيعوا الاحكام كيشدوا عباد الله دخلهم في السجن لانهم تيشدوا الفلوس وتيديروا احكام تيبيعوا احكام ديال انهم تنزع الممتلكات ديال المواطنين اللي ما عندهمش مقاومه قويه ما عندهمش اللي يحميهم. ها هو الان هاد الناس هادو هضروا على هاد الواقع هضروا على واقع الفساد الكبير في المغرب ومازال شادينهم وماشي غير شادينهم تيشهروا بهم ويشهروا بالعائلات ديالهم ويهدوا العائلات ديالهم ويتكرسوا عليهم في السجن لانهم تيفرضوا عليهم واحد العزله ما يشوف واحد. تصور واحد مثلا مشدود عنده 3 سنين ما يهضر مع ممنوع يهضر مع شي حد وممنوع شي حد يهضر معاه نهائيا. وتصور واحد مثلا تجلس واحد البلاصه 3 سنين 24 ساعه على 24 ساعه واش كاين شي واحد فيكم كاملين عنده هذه القدره الجسديه والعقليه انه يبقى في بلاصه وحده وما يحماقش؟ هذا تعذيب نفسي وكنعتبره تعذيب نفسي. حان الوقت لان الضحيه ماشي هادو الضحيه هي البلاد الصوره ديال البلاد ولات معزوله في العالم. العالم كيعرفنا حنا بلد منتهك لحقوق الانسان وبلد كيشجع على الافتراس الاقتصادي اللي حط يدو على شي حاجه كياخذها و80% ديال المغاربه ما عندهمش الحق نهائيا ماشي في حريه التعبير وفي العيش. كبر المشكل عندنا ولا في الماكله ما بقاش من الناس ما بقاش قاده مثلا. هادشي راه نزيف هذا غنوصلوا لواحد الدرجه اللي ما غنقدروش نرجعوا ما دام عندنا مازال عندنا واحد شويه عاد الانفراج السياسي واطلاق سراح المعتقلين غيقدر يرجع لنا الامل ونقدروا ترجع لنا الثقه في المؤسسات. دابا العام نهب غادي بواحد السرعه كبيره لان خايفين واحد النهار غنطرى شي حاجه غيهز الحوايج ويمشيو بحالهم تيسرقوا الفلوس تيحبوها برا في الخارج في الجنات الضريبيه باش كانت شي حاجه يخليونا حنا بعضياتنا هنايا شي غادي ياكل شي. لذلك نقول ان هذا الوقت هذا خصنا نطبقوا ناقوش الخطر خص بلادنا تخرج من هذه الوضعيه وعندنا اللي يخرجها من هذه الوضعيه خص ما يبغي. اذا لا بد من اراده سياسيه حقيقيه تردنا تحطنا العالم. شوف هذيك اسرائيل اسرائيل كدوله ما عندهاش مشكل الداخل ولكن المحيط ديالها كله شاعل حيت هي فيما مشات كتشعل العافيه. لذلك نحن نخاف على بلدنا وعلى سلميه ديال البلاد ديالنا من هذا النوع من هذا التطبيع هذا خصو يسال لانه يمثل خطر على المغاربه ويمثل خطر كذلك حتى على الحياه ديال المغرب. الارض الاشجار النباتات الفلاحه الزريعه ديال سميتو راه مابقاش ديالنا حنا راه كل شيء الان معرض للتهديد من طرف هذا النوع هذا. لذلك انا اقول ونعبر بكل اخلاص وثقه على ان هذه المرحله هذه خصها تسالي وخصها تسالي دابا بسرعه. حنا كل عيد دابا كل عيد كندوزوه ما كنعيدوش ولكن كنتسناو زعما شي حاجه شي بشرى هكذا شي واحد يحن قلبه هكذا ويطلق لنا الدراري ديالنا يطلق لنا ولادنا يعيشوا معنا. اش كيديروا صحفيين تيكتبوا كيضربوا تماره ما كيسرقوش كيبقى هذا كيشد المنايك وراه شده ولكن ما باغيش هو ما باغيش هو مواطن تيعمل بالبلاد تيعمل ما يمكنش يشوف عباد الله كتمشي لهم ارضهم بالمئات ديال الهكتارات وهو بغى يسكت. خدمتو هذيك خدمتو دايره هكذا شي يفضح وانا كنعتبر هذه الخدمه ديالو كان ممكن تعاون الدوله لان كتمثل قاعده ديال المعلومات الدوله تستعملها باش تحارب الفساد وتحارب النهب ديال الاراضي ديال المواطنين.
ديال الجماعات. راه الان كاين الافتراس والناس مساكن ما عندوش القوامه، الناس ديال الباديه وديال القرى ما عندوش، ما تيعرفوش ما يقدوش.